السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حباب قلبي بكل خير، ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية لمواليد برج العذراء، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله، وبعد الاستخارة راح اعطيكم الطريقة اللي طلبتوها مني لعلاج السحر باذن الله تعالى، بعد الاستخارة راح اعطيكم الطريقة. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. يا برد العذراء سورة ياسين، قلب القرآن سورة ياسين طلعت لك، صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك. يا برد العذراء، أنا شايف أفعى، في أفعى كبيرة، أفعى كبيرة جدا مش صغيرة، عايزة تأذيكم، عايزة تأذيكم بأي طريقة، يعني بتغير من نداحكم، بتغير منكم، مش بتحب لكم الخير، نيتها خبيثة، يعني بتراقبكم وبتسلط الناس اللي حواليكم عليكم. يعني خدوا بالكم من الأفعى دي، لأن أول فتحت شفت أفعى هي اللي حابة تأذيكم. شايف يعني هنا أنتم ابتدأتوا تعرفوا، أو في حد حذركم منهم، أو بدأتوا تمسكوا طرف الخيط إنه تعرفوا هذا الأفعى، أو يعني مش متخيلين إن هي اللي خذلتكم، أو هي اللي أذتكم، أو هي اللي بيحصل منها كده. شايف برضو ان انتوا ليكم عند حد فلوس او عاطين حد فلوس. يا برد العذراء، ان انا شايف في مال، انتم عاطين حد فلوس. بسم الله الكاشف، انت ليكم عنده مبلغ يعني، بس مش عارفين تطلبوه ازاي منه، مع انكم انتوا عايزين المبلغ اللي عنده، بس مش عارفين تدخلوا من اي دخله فتوصلوا له ازاي وتطلبوا المبلغ اللي عنده. يعني ان عندكم نفسكم عزيزه، بتنحرجوا او بتتكسفوا تطلبوا حقكم، مع انه حقكم، بس انتوا عندكم نفسيتكم هكذا. شايف في عداله، يعني في عداله في المحاكم، شايف في براءه من حكم، او في براءه، او في امضاء اوراق في المحاكم. شايف هنا برضو في استقرار، بلاش تختلطوا مع الناس اللي عاملة لكم مشاكل أو وقعتكم في المشاكل، لأن أنا شايف في ناس مؤذية مؤثرة عليكم يا وردة العذراء جدا، يعني ما بتحب لكمش راحة البال، لكن أنتم عايزين استقرار، عايزين هدوء، عايزين حد يكون روحه صافية يتعامل معكم بما يرضي الله، مش عايزين في شخص يخذلكم زي الماضي، زي شخص منافق خذلكم أو غدر بيكم زي الماضي. شايف هنا برضو عندكم رغبة إن أنتم تبعدوا عن ناس كتيرة، شايف عندكم رغبة إن أنتم تخرجوا من حياتكم ناس كتيرة، شايف برضو عندكم رغبة بحاجات كتيرة انكم تبعدوا عن الناس دي وتكونوا لحالكم في هدوء وفي استقرار، لان شافت غزلتم من ناس كتيرة، في ناس كتيرة ظلمتكم افترت عليكم، شايف قلبك مكسور مجروح. شايف هنا في ناس برضو عايزة تعرف عنكم، متدخلة في الخصوصيات، متدخلة في كل حاجة في حياتكم، عايزة تعرف اي حاجة عنكم. يعني شايف هنا الناس دي بتدعي انها بتحبكم. شايف برضه هنا ان انتوا عندكم مشكلة، المشكلة انكم صريحين واضحين، بتحبوا الخير للناس كلها، بتطلعوا كل اللي في قلبكم للناس، لان بتتمنوا ان الناس تكون زيكم صادقة ومحبة للغير. شايف عندكم هنا برضه في غموض عندكم محدش يفهمها، بس انتوا ما بتكونوش غامضين لسبب، لان انا شايف بتكونوا غامضين عشان خاطر تعرفوا الشخص اللي قدامكم، تعرفوا الشخص ده ايه اللي هيعمله، هل هو بيحبكم، هل هو كذاب عليكم. شايف برضو اعصابكم، خلوا هدوء شوية. شايف هنا في موضوع بتفكر فيه يا برد العذراء، 24 ساعة في الموضوع عمال تفكر فيه، شايف في تفكير عندك شديد، بتفكروا هتعملوا ايه، يا رب ايه اللي هيحصل، يا رب هنعدي على خير الموضوع ده او هيوصل هذا الموضوع. شايف في تكبر دماغ، شايف في قرار هتاخده، يعني والقرار ده انتم خلاص هتحسوا ان انتم خدتوا القرار ده، خلاص مش عايزين تتعاملوا مع الناس دي او تكملوا في الطريق ده. شايف برضو الوضع اللي انتم فيه ده ان شاء الله هيتحسن، لان انا شايفكم برضو ساكتين تفكير وساكتين، مش بتتكلموا مع حد،
ما بقدوش تعملوا حاجة بتحبوه زي الأول، بقى عندكم يأس، هبوط، حمول عليكم، تعبانين من اللي انتوا شفتوه او من الاشخاص اللي دخلتوها في حياتكم او دخلتوها في قلبكم او وثقتوا فيها وعطيتوها اسراركم، تعبتكم نفسيا وتأذيتوا منه كسرت قلبكم. لكن زي ما قلت لكم، الطاقات السلبية اللي مأثرة عليكم بإذن الله تعالى راح تنتهي، هي من الأشخاص المنافقين المكذبين الكذابين اللي عندكم. بس دايما اللي بيحصل بتقول الحمد لله، الحمد لله احنا لنا رب كريم، انا بذكر الله تطمئن القلوب، صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. فضل ليس امرا احبابي في الله، دعموا الفيديو باللايك. شايف برضه هنا في هتعيشوا في حياه مكان او فيها حياه جديده، فيها استقرار جديد، فيها بعيد عن الناس، يعني في حياه جديده حلوه بعيد عن الناس اللي انتم عايشين معاها. بس انا شايف هنا في حادة، الحادة دي تمت عندكم، بلاش تتكلموا، بلاش تفتحوا مواضيع بخصوص الرزق او بخصوص الشغل او بخصوص الشراء حادة، بلاش تحكوا عنها، اكتم او خلي حالك محدك ما تخلص مواضيعك. شايف برضو في فلوس او مال ديلك، في مال ديلك، رد حق او ردوع دين، في مال ديلك. شايف في فرصة اتأدلت عندكم أكتر من مرة، في فرصة اتأدلت أكتر من مرة. شاف برضو عندكم طاقة جديدة في حياتكم، وشاف برضو في تغيرات، في تغيرات. شاف برضو في عايزين حد يطبطب على قلبكم، حد يستهان بيكم، يحبكم زي ما انتم تحبوه، يعطيكم الثقة والأمان وما يغدرش بيكم أو ما يغزلش قلبكم. شاف برضو انتم حاجات كتيرة عندكم عمالة تتأدل، عندكم طاقة تأجيل، يعني شايف هنا في تجاهل بشكل كبير. يعني شايفكم برضه ما بقيتوش تحبوا تتكلموا مع حد، ما بقيتوش تفتحوا مواضيع مع حد. شايف عندكم أمور مستحملينها فوق الوصف، يعني مستحملين حاجات كثيرة. يعني شايف برضه الفترة دي مهمة جدا بالنسبة لكم. يعني هنا الوضع بتاعكم يعني احتمال هتاخدوا حقكم، يعني هتاخدوا حقكم، يعني احتمال هتاخدوا حقكم في الوضع اللي انتوا فيه من الناس اللي حواليكم اللي اذيتكم. شايف لان انا شايف في نصرة ليك، نصرة كبيرة ليك، نصرة كبيرة بإذن الله تعالى. شايف هتنتصر على ناس خبيثة وهتعرفها حالها وحقيقتها، هتعرف ان هم اللي بيتلاعبوا بيك. يعني دي هم فترة هتلاقوا فيها كشف الحقائق او كشف الناس اللي حواليكم. انا شايف هنا بلاش تحزن، بلاش تيأس، هتكتشف كل شيء على حقيقته، اتأكد ان ربنا بيحبك وهيظهر لك الحقيقة قدامك، هتظهر لك، هتظهر، والناس المنافقة اللي انتم تقعوا في شرها هتظهر قدامكم وهتعرفوها على حقيقتها. كل شخص هيتعرف بإذن الله على حقيقته. شايف برضو هنا في مشكلة معاكم لازم تحلوها بهدوء، او بلاش تدوا الناس الصراحة الزائدة، وبلاش تختلطوا بناس انتم مواثقينش فيها. مش مجرد ما تقابل حد فتعطيه الثقة، ما تأمنش لحد. يعني شايف برضو ان انتم على طول هنا حاسين ان حواليكم ناس كتيرة جدا مش كويسة. شايف برضو عندكم ان انتم بتزعلوا من اقل اي حاجة، ودي بيدخلكم في حيرة، بيدخلكم في ضغط نفسي. فبلاش يعني بلاش تكونوا محبين مع الناس كلها، وابعدوا عن اللي اذاكم، ابعدوا هنا عن الناس اللي اذيتكم. يعني وبلاش تكونوا متسرعين، يعني انت برضو عقلكم كبير وبتفهمه، وبتفهم الشخص اللي قدامك من لغة عيونه، بتفهم الشخص وبتفهم الجسد وبتفهم من دخلته عليكم. لكن قلبك بلاش تندفع، لان قلبك طيب. يعني زي ما انتوا عرفتوا وفهمتوا كل حاجة تديلكم لحدك عندكم، اللي مكتوب لك هيديلك بإذن الله تعالى. لأن أنا شايف إن انتوا عندكم خبرة، أو خبرتكم دي بالمواجهات اللي انتوا يعني من الشخص ده أو من اللي حصلت معاكم، بقيتوا تعرفوا الشخص مجرد ما تقابلوه من عيونه، إن كان صادق أو إن كان بيتلاعب بيكم. شايف هنا برضو انتم في حد حواليكم يعني من البداية كان قلبه أبيض،
كان في نيتكم اتجاهه كويسة، فجأة لقيته كلامه اتغير. يعني فجأة لقيته قلت ايه ده، مش انت الشخص اللي انت احنا اخترناك، مش الشخص اللي احنا وثقنا فيك، انت قلت له كده، مش انت الشخص اللي احنا دخلنا معاك في علاقة او في ارتباط. يعني انت بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، لكن حصلت هنا في عين ما بينك، في عين عليك شديدة، في حد ظلمك، في حد ظلمك وانت رافع ايدك لربني وبتدعي عليها، وشايف العين مسيطرة عليك جدا، هي اللي تعباك، عاملة لك عراقيل كثيرة في حياتك، شايف برضو عندك خزلة، مخزول او قلبك مكسور، مع ان في حد دعا عليك، مع انك انت قدمت له الخير وكنت محتاج وما لقيتوش. انتم هنا بعدتم عن ناس بشكل كبير جدا وبشكل سريع، لكن في تطورات ايجابية عندكم. شايف برضو ان انتم معروفين ان انتم بتحبوا الناس، بتحبوا الخير للناس. شايف برضو هنا انتم بتحبوا الحاجات الهادية، الاماكن اللي هادية. شايف هنا ان انتم بتحبوا الحاجات الحلوة، بتحبوا السهر. يعني هنا عندكم مشكلة ان انتم في الحياة بتختاروا اختيارات وبتتحسدوا عليها، في حاجات كثيرة بتختاروها غلط، ان انتم بتدخلوا ناس في حياتكم ما تستاهلش ان انتم تعملوا معاها الخير، لكن العيان الناس حسداك كثير، حسداك حسد شديد جدا، وانت عارفين بيه وعارفين بالحسد وعارفين بالتعب اللي عندكم. شايف برضو في اعترافات، في اعترافات هتحصل او مواجهة، بس هتعرفوا ان في شخص منافق وبيلعب عليكم، هو بيلعب على كل الناس اللي في حياته، هو طبعه كده كذب وغدر بالناس وياخذ اللي محتاجه وبعد ذلك يبعد عن الناس او بيخذلهم او بيتركهم. شايف برضه هنا في ثلاث اشياء، شايف في ثلاث نقط قدامك، فيها من بعد الثلاث نقط دول في مناسبة في اهل بيتك او في ارض بيتك او في منزلك، في مناسبة لأنها شايف فيها فرحة وفي لمة عائلة وفي مناسبة وفي فرحة حلوة، ممكن نقول ارتباط، ارتباط أو زواج، لأنها شايف في مناسبة ولابس فيها أبيض، فيها فرحة كويس إن شاء الله، هتكون فيها فرحة مناسبة أو زواج بإذن الله تعالى. بس أنا شايف إن أنتم خايفين تدخلوا أو تكملوا في علاقة، أو خايفين تدخلوا في علاقة، في لان انتم يعني كل ما تدخلوا في علاقة بتخرجوا منها تعبانين. بس انا شايف في نور، شايف في نور نازل عليك او نور حواليك هينور الظلام اللي انت فيه، لان انا شايف حواليك ضوء اسود، حاسس بسواد، حاسس بتشوف نقط سوداء، حاسس بسواد حواليك، شايف في نور آتي ليك بإذن الله هيخرجك من الظلام اللي انت فيه، او من الظلمات اللي انت فيه، او من الظلم اللي حصل لك، او من التعب اللي حصل لك. شايف ان انتوا برضو هنا هتتعاملوا مع الاشخاص اللي قدامكم بشكل مختلف، يعني مش هتسمحوا لاي حد يدخل حياتكم تاني ويتلاعب عليكم او يتلاعب بيكم. يعني هنا هتتكلموا مع الشخص اللي قدامكم بعدل اكتر، وهتحسبوا كل كبيرة وصغيرة. شايف برضه هنا في قاعدة والحد هيقول كلام على حد، بس انت هتتكلموا معاه وهتقولوا له اقف ما تتكلمش غير لما يكون موجود، لان شايف هيكون فيها مواجهة وحد بيتكلم على حد، لان انتم بتقولوا الحق حتى لو اخر حدا بتقولوا الحق، ما بتحبوش تكذبوا او هكذا، لان انتم مميزين جدا. يعني بس السواد اللي حواليك، شايف نقطة سوداء ودي ماسكة على المعدة، شايف في نقطة أو دويرة أو كورة سودة سودة داخل المعدة، هي السحر، سحر، أنت بتشكي من المعدة أو بتشكي من الظلم، حاسس الناس كلها بتظلمك أو حاسس ناس كتيرة بتدعي عليك وبتقول فيك حدا متغيرة، مش أنت حاسس إن في حدا معاك متغيرة كتيرة، هو السحر. انا شايف برضو ان انتم مستنيين حاجة،
مستنيين حادث زي الأطفال، أو مستنيين حمل، أو مستنيين زواج. لأن أنا شايف في طفل، شايف برضو الفترة دي أنتم مش فاهمين اللي بيحصل حواليكم. يعني رغم إن أنتم مميزين جدا، بس مش عارفين إيه اللي بيحصل حواليكم، حاسين إن الدنيا ماشية معاكم بالعكس، ما بتكمل معاكم حاجة، حاسين كل حاجة معاكم بالعكس، مع إن أنتم مميزين وقلبكم طيب. بسم الله الكاشف، شايف هنا إن أنتم هتاخذوا حقكم، هتاخذوه، في حد هيساعدك إن أنت تاخد حقك، شايف في مساعدة، حد هيقدم لك إيده أو هيمسك إيدك وهتاخد حقك، بلاش تتسرع، بلاش تتسرع، وخد كل حاجة حكم عقلك، لأن أنا شايف حد هيساعدك هيكون معاك وهتبقى معاك فرصة، والفرصة مش بتتكرر تاني. شايف هنا إن أنتم قررتم إن أنتم تتعاملوا بعقل أكتر. يعني اتعلمتم من اللي فات، او اللي انتم فيه حاليا، اتعلمتوا من الناس اللي خذلتكم او اللي كسرت قلبكم، او اتعلمتوا من الحياة. وشايف هنا برضو انتم منتظر، شايف في رسالة جاية لك هتسعد قلبك، انت هتكون مبسوط، مستني الرسالة دي او التواصل، في مستني حد يتواصل معاك، يبعت لك رسالة او مسج، في رسالة جاية لك او مسج، هو هيبسطك او هيسعدك لانه هيشوفك فرحان منه. شايف هنا برضو كثرة التفكير ما بتخليك تنام بسلام. شايف هنا انتو ما والشريك في غيري، في حد منكم انت والشريك في غيري، دم حامي شوية. اذا كنت انت او هي او انت، في حد فيكم بغير جدا وبشك وشقاق جدا. يعني الغيرة الزايدة دي مأثرة على العلاقة اللي ما بينكم، وبتكبر المشاكل بدون أسباب، شاكين في شق، في شق طول الوقت يعني، ومش فاهمين إيه اللي بيحصل حواليكم أو عايزين إيه. يعني هنا بسم الله الكاشف، ربنا بيبعد دايما عنك الشر، بيبعد عنك الشر وهيديك الخير بإذن الله تعالى. والناس اللي ظلمتك هتاخذ حقك في يد، حقك رادع صدقني، حقك رادع صدقني، حقك رادع، في يد هتتقدم، هتكون مساعدة معاك، هتاخذ لك حقك. وشايف برضو في بشرة وفرحة كبيرة واستقرار واطمئنان على شخص وفك كرب إن شاء الله. في تحقق أمنية أنت نفسك فيه، أو في تحقق أمنية غالية على قلبك، هتغير عتبة، في تغير عتبة، تغير العتبة هي تغيير منزل أو تغيير سكن أو تغيير إقامة أو تغيير من مكان لمكان. شافك برضو بتخلص أوراق من جهة حكومية، في أوراق بتخلصها. أنا شايف الزعل، في زعل أو حزن، شايف برضو محتاج حالة، في حالة محتاج هي مزعلاك، وراح تكتشف الأمور وحقائق اللي حواليك، وحقائق اللي حواليك راح تكتشفهم. هي واحدة من أصحابك أو من أقاربك هتكتشفها. في ناس خايفة من بكرة وقاعدة بتفكر في اللي جاي، بلاش تفكير وسيبها على الله، واترك الأمور كلها راح تنحل بإذن الله تعالى. أنا شايف برضو في حدا هتخرج من حياتك، هتخرج من بيتك معها العين والسحر بإذن الله. خروج شيء من بيتك معها الشر هو العين والسحر، وراح ينقلب بإذن الله تعالى السحر على من ذهب إلى السحر بقدرة الله تعالى. شايف برضو هنا في مبلغ كبير إن شاء الله دايلك، وفكر بشديد. شايف هنا العتبة الجديدة اللي فيها راحة، فيها راحة ليك بإذن الله تعالى. شايف هنا برضو في حبيب أو حد بيحبك، شايفه محتار أو غيران أو مشتاق. شايف برضو هنا في نقلة نوع وتغير جذري بأمورك، كن مستعد لاستقبال نعم الله عليك. في حدث مفرح، يعني نكون مساعدة مالية أو حدث مفرح راح تفرح منه. في مكالمة من شخص هنا قاطع التواصل ما بينك وما بينه، أو في تقاطع فصل تواصل، في مكالمة هتدي لك، في سفر أو وظيفة خلال 3 نقط، سفر أو وظيفة. أنا شايف برضه هنا اللهم صل على سيدنا محمد، شراء حاجة، في حدا بتشتريها، شراء بيت أو تغير محل إقامة
أو شراء موبايل أو شراء سيارة، في حدا بتشتري. شايف إنه برضو في شفاء من مرض واستقرار صحي، في نصرة على ناس أذتك كتير وسببت ليكم أذى من قبل. شايفكم برضو تعبانين وتفكيركم مشتت، في أيام حلوة جاية وتغير للأفضل. المشاكل العاطفية وعدم الاستقرار، أنت بحاجة للهدوء والاسترخاء والعلاج من السحر والحسد. شايف برضو هنا سعادة قريبة بسبب المكالمة أو خبر أو مكالمة، هي اللي هتكون سبب دي هتسعدك. وشفاء، في شفاء من السحر، من سحر أو مس قديم، وراح تشعر بالفرق، راح تشعر بالفرق. بس خلي بالك عزراء، أنا شايف إن أنت عليك مراقبة من شخص في غاية الخبث، عليكم مراقبة في شيء من شخص في غاية الخبث. في فرصة تدي لك في غاية الأهمية، حاول أن تستغله، لأن أنت مريت بتجربة صعبة، حاول أن تتعلم منها، حاول أن تتعلم منها. في هنا في رجوع برضه، شايف في رجوع تواصل ما بينكم وبين شخص، شايف في رجوع ما بينكم عتاب وصلح. استقبل البشرى عن قريب، يدك بابك الخير بدون كسل، ردد يا وهاب 23 مرة بإذن الله تعالى. وعلاج السحر اللي طلبتوه مني، الطريقة لعلاج السحر بإذن الله تعالى راح أعطيها لكم بقدرة الله، فضلا وليس أمرا أحبابي في الله. ادعموا الفيديو باللايك، خليه يجيب أكبر عدد لايكات، وإن كنت لم تشترك في القناة فليشترك في القناة أخواتي في الله، وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. علاج السحر هتأتي بالمسك الطهارة، المسك الأبيض، مقدار هذا القزازة تملاها مسك، أو المسك الأحمر تملأ قزازة هكذا وتقرأ عليها بفضل الله تعالى. تأتي في أي يوم تتوضأ، تصلي ركعتين لله بنية الشفاء، وتشعل أي بخور رائحة طيبة، وتفتح هذا القزازة وتقرأ عليها سورة ياسين 7 مرات. بعد كل مرة تقول: اللهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني من كل داء يؤذيني، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني من كل داء يؤذيني، 7 مرات. بعد كل مرة من سورة ياسين تقرأها تقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني من كل داء يؤذيني، 7 مرات. وتقرأ سورة ياسين 7 مرات، وتنفس في كل مرة على المسك 3 مرات. وتأتي بالمسك، تأتي بمقدار ماء للاستحمام كي يغطيك للاستحمام، وتضع ملأ الغطاء في الماء، وتضع 7 ورقات من أوراق السدر، وتضع قليلا من الملح الخشن، وتتركه إلى نصف ساعة. بعد ذلك تستحم منه قبل أذان المغرب أو بعد أذان المغرب خارج الحمام، وتأخذ الماء تلقيه في النهر أو تلقيه تحت شجرة. والمسك تدهن الجسد يوميا قبل النوم، تدهن الجسد كامل، وكل يوم تقرأ ياسين كما قلنا، وتفعل برضو كذلك الطريقة، تفعلها كل يوم لمدة 15 يوم بإذن الله تعالى، وتقرأ يوميا سورة قاف مرة واحدة لمدة 5 أيام. بلاد موساوس وخبائث القرين وتعطيل القرين، لأن القرين بيكون سبب رئيسي في استقبال السحر أو استقبال التعطيل أو استقبال المس دخوله الجسم. فنقرأ سورة قاف 5 مرة كل يوم لمدة 5 أيام بإذن الله تعالى. وتأتي بقزازة ماء تقرأ عليها الفاتحة 41 مرة، وتشرب منها على الريق، وصباحا على الريق بإذن الله تعالى، ويوميا مقدار اليوم تشرب منها بقدرة الله تعالى بتطهير الجسد من السموم والعقد. وعليك بأذكار الصباح وأذكار المساء كي جسدك لا يستقبل أي طاقات ثانية بإذن الله تعالى. وصلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يؤذيكم، وصورة ياسين هي الشافية هي الكافية بفضل الله تعالى. واللي حابب يتواصل معنا في العلاج، الرقم أمامكم أخواتنا في الله، يتواصل مع المديرة واتس، وإن شاء الله هنحدده ونعالجه مما عنده بقدرة الله تعالى. وأتمنى من أخواتنا في الله ما ينسوش يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس.